استاذ منتصر. لا بالتأكيد يعني نادي الزمالك بشوف انه دلوقتي محتاج للدعم والمساندة. الشيخ مرتضى منصور عمل كتير جدا لنادي الزمالك من 2014، يعني من الولايات الأخيرة، حتى انا كتبت يعني قلت من الحاجات الصادقه المؤكده انه مش مرتضى منصور انا اكتر من خدم نادي الزمالك في الفتره السابقه، وعلى مستوى البطولات وعلى مستوى الانشاءات. انا بس بيستوقفني كميه الشماته اللي موجوده، وكميه كابتن خالد اي حد موجود في المنظومه بيتعمل له بوستات فيك وكلام هو ما قالهوش، وحملات ممنهجه. يعني مثلا استاذ محمد رجب شغالين بوستات يبقى رايح مثلا الامارات بيقول مع السلامه الى دبي لمسانده الزمالك في الامارات، تلاقي يقول لك البلد اللي مش عارفه تعمل كذا مش هقعد فيها، ويطلع الكلام ده كله اتكلمت في الموضوع ده امبارح ويبقى ترند وحاجات غريبه. انا نفسي النهارده حاجات فيك، حاجات لكل اللي موجودين في المنظومه. عجبني جدا يعني حتى النهارده بيان المجلس الاعلى لتنظيم الاعلام انه في يعني تحويل للنيابه لبعض الصفحات وبعض البرامج اللي بتحث على الفتنه والتعصب، لان احنا في الفتره دي محتاجين كلنا نقف ورا الكيانات الكبيره. ان كيان نادي الزمالك كيان كبير جدا، في النهايه احكام القضاء بتحترم، واحنا اتعلمنا من الشيخ مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك ان هو لما انه دايما بيحترم، يعني كان بيقول هنا دايما بيحترم احكام القضاء. صحيح. واحنا لا تعليق على احكام القضاء بالتاكيد، هو رجل قانوني في النهايه والقانون هياخذ مجراه في اي اتجاه. احنا بنتكلم عن كيان نادي الزمالك، ليه الناس متربصه بنادي الزمالك طول الوقت وثبت على نادي الزمالك؟ لما بيبقى في اتجاه تاني المواقف دائما الناس بتشجعها وتدعمها ويقول لك لا ده الناس واقفه ورا الكيان والناس دي كويسه والناس دي محترمه، انها بتحافظ على استقرار النادي. فيما يتعلق بالزمالك طول الوقت ضرب وزق عشان تعمل حاجه مغايره او حاجه مخالفه، انما مؤكد يعني انه نادي الزمالك يحتاج لكل الدعم والمسانده من جماهيره، وان شاء الله المستشار مرتضى منصور يعني تبقى ازمه وتعدي ان شاء الله.